قولوا لأمي طب وأنا مالي طب وأنا مالي طب وأنا مالي طب وأنا مالي طيب يا غزالي. بس قولوا لأمي طب وأنا مالي 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 طب وانا مالي طيب يا غزالي. يا حلاوتك كناونا ويا حلاوتك. الحمد لله على السلامة يا سيد المعلمين. خمس دقايق بالظبط هتشيلك الملوخية على شوربة جوز الأنارب سلقاهم ومحمراهم هتاكل صوابعك وراهم. الله الله بسم الله ما شاء الله. هناكل ملوخية بالأنارب ليلتنا أنارب وعون الله يا ناونا. ريح بس انت جتتك قدام التلفزيون وانا خمس دقايق بالظبط والاكل يكون جاهز. فقولك ايه، فكريني ننزل على الجياره بعد ما ناكل عشان اجابلك جوزين شباشب. احسن شبشبك مش عجبني. يعمر بيتك دايما كده فاكرني وكاسيني. امال الراجل اللي ما يشوفش طلبات اهل بيته ما يبقاش راجل. عندك العيب يا اخويا، عداك العيب وأزح. أنا عايز تجيب لي جوزين شباشب اللي شايلة همك ومعشراك، لكن ست البرنسيسة اللي انت عملت لها تمن ومسحت بكرامتك الأرض قلت لها هكتب لك الشقة باسمك وانزل أجيب لك عفش من دمياط لحد ما ركبتها علينا ودلدلت. وبعدين بقى نونا ولا احنا هنفتح في المتقفل ليه؟ انا بس صعبان عليا منظرك وانت راجل كبير ومعلم وشحت كده وانت متهزق قدامي ومهزقني معاك وهي مستقوية بالحكومة وماشية مع الواد الضابط ده. ايه؟ هي ماشية معاه؟ ايوه. امال هيعمل لها كل ده عشان ايه؟ الشرطة في خدمة لمؤاخذة الشعب. انا بس اللي صعبان عليا كرامتك وكرامتي اللي داسوا عليها وانا راح اطلب لك ايديها. ما خلاص قصة وخلصت وحوار وراح لحاله. لا يا اخويا ما راحش الحل ولا حاجة. انا ما استحملش قرفك وهمك وحرماني من الدنا وفي الاخر ترميني في الشوارع وبات في الجامع وبتلطم زي الشحاتين. تفهمي بقى يا نوال اللي فات مات، انت عاوزة ايه دلوقت؟ عايزة رد شرف، عايزك تكتب لي البيت ده كله باسمي. ايه؟ نعم يا اختي. ايه؟ I like this baby. I would like to buy it. You accept checks? Yeah, we accept checks, but you have to know this car is nearly about 1 million euros. It's been modified from the previous owner with a lot of features inside. It has a crocodile leather seats, it has a lot of sensors, special brakes, and more. Nice, no problem. It's okay. انت اللي هتمضي له عشيك. اه طيب اوكي. مبروك يا حبيبتي، مبروك. مبروك. Congratulations guys. Thank you. يعني أولية مش قادرة تسلب طولك لحد آخر اليوم بدل ما تستموتي فيها والضياع علينا اليومية. نصرف منين إحنا دلوقتي؟ تعبت يا أخويا، تعبت وما لقيتش مدرتش بنفسي غير وراسي بتترزع في أرضية المستشفى. كربنا خادك وريحنا منك. هتعمل إيه بقى؟ لسه لي عمر. وانت جالك فلوس؟ فلوس؟ فلوس منين يا حسرة؟ اصل شايفك شاري حشيش. شكك يا اللي تنشك في نواضري. مش سمويتة ومفنجلة عينيك قد كده، مش سمويتة وبتعد عليها الانفاس. جالك قطر. هو الدكتور نادر كان عايزني في حاجة؟ الدكتور نادر؟ مالنا احلى ومال الدكتور نادر؟ وهيعوزك في ايه؟ بس انا شايفاه وهو نازل من عندنا. دكتور نادر؟ احنا مالنا ومال الدكتور نادر؟ الله، وايه اللي هيجيبه عندنا؟ انا ما شفتوش من ساعه ما بنتك طفشت مع الواد الزباله. يا لهوي، انا شايفاه بعينيا الاتنين. الهي تمتص في عينيك الاتنين. مروان انت جايبنا هنا ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. هبتي مش شرطه تفهمي، بس انا قلت لك طول ما انت مع مروان دايما كسبان. اتفرجي كده واستمتعي. ماشي يا دينا بنتفرج. واو ايه ده؟
ايه اللوحه الجميله دي؟ يا مساء الخيرات. يا اهلا وسهلا. اتكلموا عربي قلبي اتقطع يا جماعه، مش معقول. انتوا منين؟ مروان ابو العرب من مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مدام. اهلا بيكم، نورتوا. شو جاي زياره ولا جاي تشتري عنا؟ يعني سياحه كده، وبصراحه انا اول ما بصيت للوحه ديت خطفتني. هي اللوحه دي بكام؟ والله هيدي اللوحه زين ما اخترت، انت مزوق كتير. هذه اللوحه مش غاليه عليك، هذه بمليون يورو. عظيم. لا تستاهل، تستاهل فعلا مليون يورو حبيبي. وانا عنا الاوراق اللي بتثبت ان اللوحه اصليه وملكيتها من اول واحد اشتراها لحد ما وصلت عنا. هذا عظيم، انا هشتريها. بس انا كنت سمعت ان المعرض هنا بياخد يعني يا اما الكاش يا اما بياخد حاجه بنفس ثمن الكاش قصاد اللوحه. اكزاكتلي. لكن ده بيتم في اضيق الحدود، يعني بنبدل لوحه بلوحه. طيب انت منين؟ أنا من لبنان. طيب يعني إحنا عرب زي بعض. ولازم بقى تقدم لنا تسهيلات. إحنا هنبدل اللوحة دي بعربية موديل السنة دي، موجودة برا قدام الجاليري، وياريت حضرتك تشوفها. هاتي الورق اللي معاكي ده. الورق، هاتي الورق بسرعة. أنا لسه شاريها لصديقتي من فترة قريبة جدا، ياريت حضرتك تتأكد، ولو ينفع أحب أشتري اللوحة دي. حبيبي انت جاز شريها الحين؟ ايوه ما عنديش مشكله. انت مش لسه قايل حضرتك انا راجل مزواق؟ انا بقدر الفن وعارف ان لوحه زي دي فرصه، لكن العربيات عادي تيجي في اي وقت. شوف حبيبي، انا بدي اعمل 2 اتصال، واحد لصاحب الجاليري عشان اشوف موضوع البدل، وواحد لصاحب الاجانس مال كارما الحلوه عشان نشوف ملكيتها للسياره. تمام، انا ما عنديش اي مشكله، اهم حاجه ان الورق يكون سليم.